نشكر شيوخنا على الشارة هاي، ونشكر الشيخ خليفة طول الله عمره، وشيوخ كلهم ما قصروا. والشارة هاي ما شاء الله مو مثل الشوار اللي حضرناها قبل، ترتيبها حلو والشباب ما قصروا معانا، وتعامل الشباب مع المتسابقين يعني ريحنا، وإن شاء الله أننا متأملين خير. والله من يوم أنا عمري 8 سنين وأنا أشل الطيور، والطير هذا يمكن عمره فوق 10 سنين، حول 12 سنة يمكن، واليوم إلا هو بس عندنا يعني جاهزين به هو بس. الشارة هاي أنا ما قد شفت مثلها في الإمارات، جيت شوار وايد بس الشارة هاي شارة منظمة وترتيب حلو يعني، وإن شاء الله أن ما يقصرون الربع ويا المتسابقين. هذا الحدث أحياه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الله يرحمه ويغمد روح الجنة، سنة 1976، وهذا المهرجان الثاني اللي هو أحياه لنا الحين الشيخ خليفة الله يطول لي عمره ويخليه. هذا الحدث مشاركة فيه جميع الدول، دول الخليج، دول الأجنبية، الأجانب مشاركيننا بعد، ما شاء الله من جميع أنحاء العالم مشاركة في الحدث هذا، ما شاء الله العالم يعني كثير متواجدين في الحدث هذا الحمد لله، ويتمنى التوفيق من الله. أنا طال عمرك شاركت في البيورجير بطير اسمه سالك، وما شاء الله حاز المركز الأول في فئة البيورجير. الله يطول عمر الشيوخ، شاركوا بنا وخلونا جوائز وسولنا حفوز للمشاركات، والحمد لله أكثر من جائزة حاليا متوفرة في الإمارات، في دبي موجودة، في بدع زايد موجودة، الحين حاليا في رماح، وإن شاء الله نتمنى شيء يزيد بعد عن هالموضوع، وخاصة عندنا شباب الفئة الشباب الجديد هذا اللي شال الطير، نتمنى له التوفيق، ونتمنى له أنه يتعلم من غلطاته المشاركات الأولية والثانية والثالثة لحد ما يوصل مرحلة أنه يقدر يشارك فيها ويكون خبير وفني في الهدد إن شاء الله. صراحة هذا فخر اسمع لدولة الإمارات، اسمع تجمع الناس وتجمع الدول الثانية في الإمارات عشان يشاركون في المسابقات، هذا فخر اسمعني وشيء جيد اسمعني صراحة ما شاء الله. وهذه الشارة اسمعني هي مبادرة وفيها لقاء ناس ما شفتهم من قبل، وفيها حماس، وهذا تشجع الناس والشباب الصغار على تراث على تقاليد الشياب الأوليين، إن شاء الله توفيق إن شاء الله. النهاردة عندنا مشاركة صراحة قوية، وهاي البطولة من أول بطولة كانت عندنا في العين للصور يعني، وبطولة قوية صراحة، مشاركة فيها 150 جيري شاهين، طبعا في منافسة قوية، وخذنا من المراكز الأولى بس ما تصدرنا للأول يعني، بس خذنا أرقام يعني من 10 الأوائل، وما شاء الله مثل ما شو الجمهور وهذا عدد كثير ومنافس صح قوية قوية جدا كانت اليوم، أرقام حتى التيمات خيالية يعني، كل الطيور يعني 16 ثاني. هذا المهرجان الشيخ زايد الله يرحمه ويغفر له، وبعد مشوا صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة وولي عهد الشيخ محمد بن زايد الله يطول عمرهم، مشوا عن نهج الوالد المغفور له الشيخ زايد، وتمت تتنظم البطولات هاي، هذا الدور الثاني لها، وإن شاء الله أن تستمر دام صحته بخير وعافية، والله يطول عمرهم، مو مقصرين في شيء يعني.